الصراحة أنا يا أول مرة ما كنتش نتخيل أنا نوصل لهذا الشيء، وكنت شايق في راسي، ولكن شي حاجة اكسترا اوردينيريا هذه اللي وقعت دابا، بزاف شي حاجة بزاف زعما. وكيفاش تلاقيت أبو فرحة بطبيعة الحال، وراك كتشوف شوية يعني 100,000 كيفاش وقع علينا هستيريا خطيرة، بقينا كنغوشو الضحك والنشاط والدراري شي فهمتش كيسبورتيوك، والله بزاف شي حاجة زوينة بزاف. الحقيقة أنا درت ديك الفيديو باش غير يبعدوا مني هادشي، علاش يعني انه رجعت بالزمن اللور وما داروا لي شي حاجه، يعني غنكمل عادي فهمتش، ما غندير لا فيديو طبيعه الحال لا والو، غنكمل عادي. يعني انه كان عندي حتى تفاعل رهيب، بلاش لي زابوني كانوا غادي 1000 2000 في النهار، وحتى سيبورت من عند بنادم طبيعه الحال وفهمتش. ومن جات دا الله وقت ما عرفتش وقع عليا داك النهار بزاف، شنو تقطع عليك الكونيكسيون، تكون تمونطي فيديو يلا يضربك سترايك، تبغي تكونتاكت شي يوتيوب تقطع لي كونيكس بزاف ديك اللحظه، ومنعس ومنعس وانا ما خارج فهمتي، نعس ساعه وحده فقت في الصباح وتفيق تمشي تخلص كونيكسيون ترجع تلقى دولك فيسبوك شي حاجه بزاف وقعت لي داك النهار، ولكن هيا رجعت لي سبحان الله وصافي شي حاجه بزاف خويا.